باسم الجمعية وباسم الحضور نشكر الدكتور حسين دشتي. في كثير من الأسئلة في الواقع، لكن هنا سؤال. طيب، الأشخاص المصابون بالسكر هل باستطاعتهم يمتنعون عن أكل النشويات ويعيشون حياة طبيعية بدون استعمال الأنسولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التايب 1 او التايب 2 او النوع الاول، يعني النوع الاول من السكر سببها طبعا مشكله في البنكرياس، بنكرياس ما يؤدي واجبه. السبب الثاني، النوع الثاني من السكر، البنكرياس شغال ولكن عنده مقاومه الانسولين اللي احنا ذكرناه. زين، بالنسبه حق التايب النوع الثاني، احنا عالجنا كل امراض السكر اللي هم على الادويه قاطبه، وعندي دراسه علميه هم نشرناها بمجله طبيه. احنا اذا مهما انا اذا خليت مقاومه الانسولين اللي تحدثت عن الاسد الى هذا، اذا اخفف عنه جرعات الادويه كلها تخف وبالتالي نخف. بالنسبه للنوع الاول، لان البنكرياس غير قادر على افراز الانسولين، فلا بد اني ممكن نخفف الجرعات الانسولين. عندي انا واحد كان اخذ 70 وحده يوميا، وصل الى 10 وحدات يوميا. هذا مع 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 الرياضه، وسوى معاه مقابله بالتلفزيون الوطن بالكويت قبل فتره شهر او شهر ونص. ممكن الناس اذا يحبون يشوفونه يروحون على يوتيوب او دشتي 16. كل المقابلات التلفزيونية أو مقابلات هذه ممكن الواحد يستفيد منها مع الشخص هذا اللي كان عنده إنسولين وشون بدأ، وعنده خبرة ما شاء الله لمدة سنتين معاه. بدأ كان وزنه 107، الآن وزنه 58 كيلو وزنه. نزول الوزن يساعد أمور كثيرة، وبالتالي طبعا ما انقطع من الإنسولين، ولكن خفف الجرعات اللي كان يأخذها 70 وحدة إلى 10 وحدات، وهذا شيء جيد بالنسبة له، فيخفف الجرعات إذا ألخص الكلام. ولكن ما أعتقد إذا البنكرياس غير شغال يعالج النوع الأول. طبعا في هناك أكثر من برنامج الرجيم، بس للتنويه، وأتمنى أن الدكتور يعقب عليه أيضا. في نوع حرق السكريات، في نوع قوة البروتين اللي هو بروتين باور، في نوع دازون اللي هو في 30-30-40، في نوع كل أكثر وتمتع بوزن أقل، في نوع دي تي فاكتور دايت، ففي أنواع كثيرة. وين المواقع دي من أتكنز؟ شكرا. بالعكس، يعني هذا البروتين باور وبالإضافة إلى زون 30 و 40 و 30، نفس الشيء مثل أتكنز. يعني حتى الناس اسمها، أنا كتاب الزون في انفلاماتري زون، الزون يقول هم النشويات أس البلاء. الباور نفس الشيء، يعني أهم آخر شيء قبل لا أروح، نحن ذكرتني سالفة، دكتور أرنش كان أكبر واحد ينصح الناس في لو فات، تقليل من النشويات. في الآونة الأخيرة بدأ أيضا يقتنع في نظام لو كارب، مو أتكنز بالذات. يعني أكو ناس أتكنز يقول مثلا 20 جرام من كربوهيدرات ممكن تأخذه، زون يقول لا أخلك 50 جرام من الكربوهيدرات، أكو مجموعة يقولون أخذ 70 جرام من النشويات. آخر دراسة قبل أسبوع أنا قريتها بمجلة طبية، يقول أنت لو فطورك تأكل نشويات وبعد الفطور تخفف لا تجيس النشويات. يعني مثلا فطورك اخذ لك توست، اخذ لك خلى بتر، مش عارف ايش، اخذ فطورك. الغداء والعشاء ابتعد عنهم وابدا في لو كالوري او لو كارب. ففي امور كثيره، ولكن اقدر اقول دراسه صارت مقارنه بين اربع انواع من الدراسات في مجله، في المجله انالف ميديكال، مجله طبيه، مقارنة في أربع أنظمة غذائية معروفة. شافوا أن كل الأنظمة الغذائية تنزل الوزن، هذا ما عليه خبار، كل نظام ينزل، ولكن النظام الوحيد اللي ثبت على نظامه أفضلهم كان أتكنز. تمام. في نساء ولا أنت حد سأل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك الأخ حسين علي الدوب. لو سمحت يا دكتور، بس عكس المحاضرة، يعني اللي نبغاه عكس المحاضرة، لو كان الشخص نحيف يعني ضعيف الجسد ويبغى سمنة، يعني يبغى جسمه يسمن شوي،
كل كربوهيدرات يعني عكس المحاضرة. طبعا انت جاوبت السؤال الدكتور قال يقول عكس الشيء تاكل النشويات. لا 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 الشخص ياكل نشويات زود هذا اللي يكون فيه 12 ملعقة يشرب بيبسي هم يظل ضعيف. زين صحيح قبل هالموضوع انا من رايي دائما الشخص يسوي بعض التحاليل الدم، يسوي تحليل تكرم الخروج، يشوف اذا اكو نوع من ميكروب او نوع من باراسايد او اي نوع من الامور، اذا الدم كويس، اذا عنده فقر الدم، اذا ما عنده فقر الدم، هالامور تؤيدني انا ان هل هذا الشخص يصلح ان اعطيه مشهي غذائي اعطيه او لا، يعني هذا فعلا يحتاج. اما اذا الشخص مو قادر لابد اكو شيء بسيط، حلقه مفقوده ودي انا اكتشفها اني اعرف سبب عدم السمنه عند هالشخص. السؤال الأول يقول رعاية صحية أشمل لحياة زوجية أفضل، لماذا تركتم جانب النحافة؟ يعني نراك تكلمت كثيرا عن السمنة والبعض من الأخوات يعاني من النحافة فبعد الزواج، يعني هي قبل الزواج كانت 56 كيلو، بعد الزواج 40 مثلا، وهل له علاقة ذلك بالزواج؟ والله خليكي نحيفة وأنت جميلة. ولا اعتقد بامكانك يعني لو يسمح للدكتور، طبعا هذا تواضع من انه اعتقد الكربوهيدرات اكثر من الكربوهيدرات، وكل ما شئت، واعتقد انه بدل ما تاخذ 3 وجبات خذ 5 وجبات جدا كويس الكربوهيدرات. بس انا دائما اقول احذر من يكون عندك كوليسترول مو جيد، او يكون عندك قلب ولا كذا وانت ما تدري. عدد كبير من الناس بيصاب بالسكتة قلبية وهم ضعاف، بياكل فات كثير، بياكل دهون كثير، ويعتقد انه هو الصحة، وبعدين في الاخير يكتشف انه عنده مرض. خليك نحيف، لان هذه نعمة الله سبحانه وتعالى انعم عليكم فيه. السؤال اللي بعده. طبعا اكثر الاسئلة واغلبها جاءت تقول بان ما هي اسباب السمنة بعد الزواج للرجل والمرأة. والله يا عمتي انت يمكن تعرفين السبب اكثر مني، انا ما ادري. الراحه النفسيه، الشاب هذا الحين تاكد واختار لبيت واختار مراه جميله ومرتاحه، تسوي لها الاكلات الطيبه، قبل كان ضايع كل يوم من مجلس الى مجلس، من حاره الى حاره، الان يدش البيت ياكل وينام، يصحى العصر، المراه مسويت لها الامور الجيده، فهذه اسبابها كبيره. قعدات التلفزيون سوالف قصة ليلى والذيب، قصة ليلى و... فهالأمور الجميلة هذا شيء حلو. طبعا هذا هم خطأ معظم الناس، أنا أكو إحصائيات دكاترة من البحرين أعتقد زملائنا مسوين إحصائية أن سبب السمنة زادت بعد الزواج، وفعلا هذا المرأة قامت خلص ثقل الحين، بعد ماكو تتكشخ أو ما تتكشخ، فارس أحلامها عندها، بعد شو تدور بعد الأخت ها؟ فبالتالي هذه الأسباب كلها، الراحة، يعني هذه الأمور أكيد يعني. سؤال آخر، هل يتعلق الإكثار من أكل الشوكولاتة؟ يعني هناك من يصاب بالاكتئاب، هل له علاقة بالشوكولاتة؟ شكلاً إيه طبعاً، الإدمان الشوكولاتة مثل ما أقول لك، شو المشكلة؟ إحنا عندنا هرمون يسمونه السيروتونين، السيروتونين الهرمون هذا يصعد يونسنا يريحنا، لما اخذ شوكولات الهرمون يصعد، بس صعوده فتره قليله ينزل، فتروحين تاخذين قطعه ثانيه من الشوكولات عشان يصعد الهرمون السيروتونين، يصعد فتره معينه تشعرين بالراحه، بعد ساعه ينزل، تروحين تاخذين قطعه ثالثه وهلم جره. فهذه عمليه مثل ما اول المحاضره اللي قلت لكم، كان احنا في مدينه ملاهي وكان احنا في القمه وننزل تحت، قال الله احنا نسميه نصعد فوق. هذا عدم تثبيت السكر أكيد تسبب كآبة، عدم الراحة، الحالة النفسية، عدم راحة النوم، كل هالأمور، لأن عند السكرنا غير ثابت داخل الجسم. تفضلي. أحسنتم. سؤال أخير واعتذر للأخوات ضيق الوقت وأيضا لهذا الدكتور. أخت تقول اتبعت نظام دشتي ولكن شعرت بالتعب الكثير لدرجة أني لا أستطيع حتى ركوب الدرج، وأحسست بقلبي مجهد، ما السبب؟ وأيضا سؤال، هل مجلاتك تباع هنا بالسعودية؟ شكرا جزيلا. قبل الإجابة دكتور، أنا ممكن بس أتفق مع الأخت الكريمة، تقرير عالمي بيقول أنه من الآثار الجانبية، بيأكد الآثار الجانبية